يستطيع اي واحد منكم سواء كان ماستر او دكتوراه
أو أونسي يونيفرسيتار الولود ما يجيش إلى هذا الوطن مكتفين بفيش دي فاليرسيون رانا سمعها عليكم كتقييم لهذه المنصة من خلال هذا العرض المتواضع ومن خلال الفيدباك، بس الفيدباك هذا في الآخر من بعد في الآخر راح تصيبوه في السيت الرئيسي لمنصة إتيكا. نبدأ بما هي ثقافة الإتيكا، هي قافلة تطمح إلى تسلطها على مركز الجمعية التحتية في الجزائر، وكيف يكون هذا التسليط من خلال التعاون والتكافل بين مركز البحث العلمي والأسرة الجامعية ممثلة بالجامعات الجزائرية. ثانيا نحاول أن نستثمر في إمكاناتنا كمراكز بحث في الجزائر لعرضها على مختلف الطلبة مختلف التخصصات التقنية لمساعدتهم في تكملة ستاج في نهاية التدرج وفي الذي يضم في آخر المطاف في آخر التحصيل الجامعي. ما هي المستويات التي يقدر مختلف التخصصات الاستفادة من هذه المنصة؟ لازم تكون مهندس أو ماستر أ ماستر دو، وبالخصوص الدكتوراه أن تكون مسجل بدكتوراه أي طالب دكتوراه. ويمكن أيضا للأساتذة الجامعيين الاستفادة من هذه المنصة. هناك ملاحظة فقط أنه كامل الإجراءات البحثية أو التجارب التي يمكن للطلبة الجامعيين القيام بها من خلال هذه المنصة أنها إجراءات مجانية ممنوحة من طرف المديرية العامة للبحث العلمي، ويشترط أن لا تفوق 20 مليون سنتيم جزائري، حوالي 200 ألف دينار جزائري لكل طالب جامعي. أي أن عندك قوطة 20 مليون تقدر تدير بها مختلف الليتست الممنوحة من طرف هذه المنصة. أولا نبدأ بالولوج إلى السيت، كاين سيت تشوفوه من بعد من السيت الرسمي لهذه المنصة، ويضم فورميلار أوروبية، شغل ورقة تملأها في السيت وللدخول الأخر، وبعد ذلك باش تشوف كل مركز جمعي ماذا يساعدك. كاين اللي عنده باريسون تخصص إلكترونيك عندهم دي تاست إلكترونيك باش يديروها، يروحوا باريسون السيدية ويروحوا سيدي يوار باريسون عندهم يحتاجوا دي تاست في الميكانيك أو في الميتالورجي يروحوا عندها المركز سيرتي وهكذا. وفي آخر المنصة هنالك تسمح لكل طالب منكم تقديم اقتراحات أو تقديم انتقادات. نحن نرحب بكل انتقادات على الورقة، الانتقاد هو يجيب التطوير ويجيب تحسين الخدمة هذه الخدمة. وبالأخير نشكركم على هذه الإطلالة التي نحن ونلتقي مباشرة في السيت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين، سيدات وسادة الحضور، طالبات وطلبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب. قبل ذلك أشكر طبعا المدير الجامعي حسين التعليم على حسن الضيافة، لما لاحظ في قافية الاجتماع وهي تجول ربوع القرن شرق بمرامه شلال الجلول بالنجم حملت حساسية لتعريف منصة علمية عربية منصة ثمينة وقيمة. هذه المنصة التي ستسهل إشراقات الحروف والمختلف الأمور التي يحتاجها طالب جامعي على مختلف التخصصات، فسترافق هذه المنصة بالنجم تتعرف على المنصات المشتركة، ستعرفه على فوائد الجملة التي سيستفيد
هذه المنصة هي دائرة الأهمية، فقالت الجمعية لنا لدينا هذه المنصة هي يمشي إليها في مختلف المراحل التي سبق وأن شرحها الأستاذ. هي منصة سهلة الدروج تفيد طلاب الجمعية، وهذا ما نتمناه. مثلاً أنا أعرف سيديوها تطلع سيديوها ومعرض الجامعي
تاعتي بوستيدي واش راكي حابه في النصاح واش راه نلقاو ليكيب اللي بعثت لينا وكاع الكتب كاع الخدمات راهي مجانيه راهي مجانيه ان شاء الله هذايا فوق مبلغ 20 مليون سيدي وفرزا تقول لك هذا الدرس تاع السقا 4000 راهي خاص نقولوا كل عام واش مجانيه ندري عام نصبوا حنا وروحنا ولكن على التقدير للفوق العمل الفوق ان شاء الله ساعد يتجاوز المبلغ المرسوم 20 مليون فرزا التقدير فرزا خاصة العفسة في سيدي وار دير 5 ملايين مع نفس سيدي وار دير 10 ملايين هنا 5 ملايين من جهة أخرى باسم سهل لا يفوت في المنطقة شي في مصر فيها مزيرة حتى ولو طرحنا أنه 20 واحد بعد ليش مع المدير العام فتبقى انت عارف هذا البيت تقدر شيء تبيدينا ونحن نعاون نساعد كل ما يمكن سواء نبدا في جمع السيد سواء نشوف الدولة سواء نجد ويجي سبيسيال على بناء المدينة من بريش الجمع نزيد ويجي سبيسيال أنا أعطي الحاجة من شخصي أنا بعد
سوبريور على سايس فرونس كان زميلي باش هو جي شونطون لازم يكون بحث مركز في حاجه خاصه على بالنا باللي ماشي حاجه سهله كما قال هذا الاخ الكريم بوستيلي ان شاء الله ولا ما قلتش اجابه مره اللي تسكرني شاشه كبيره زيد بوستيلي دوزيام فوا علاش زيد سيد كرينا الكونتاكت راه باسيل في اخر الكونتاكت كيف المنصه الاخميه وعندك في الطبق تاعك يدخل من كل طالب يبدي الاقتراحات تاعو المشكل تاعو الانتقاد تاعو المشكل تاعو وحنا ندوروا الكورس دراسو ان شاء الله تكون فيها تطور مستمر لهذه المنصه والنقطه اللي اثر فيها تاع العقد شراكه مع تشريف مع مخرج ومركز بحث هو اليوم وعلاش في المستقبل القريب ان شاء الله تحسن الخدمه تاع المنصه وتولي تعطيك الدومون تاعك ويكونوا بين مخابر علميه مشتركه وكذلك مراكز بحث دوليه كي بيناتنا الاتفاقيه تاع تحسين الخدمات المقدمه في Thank you.
عندما تكون هناك
المنصة وحفيد غير من الطلب ومرحبا بكل طلبات تاع
في الطلبة والطالبات على مدى التخصصات، ونحن ننتج مضروبة مبتدئة في مختلف المجالات والميادين. فبما قال السبيل مديرية الأعمال البحثية للتكنولوجيا مختلف مراكز البحث في مجال مراكز البحث في التكنولوجيا الصناعية، صدر مرحب برحب كيف طلبات وكيف آراء وانتقادات. بالتأكيد الأستاذ الأمير بدأ بنا كنت توصلي متقشرة، بس إحنا عملنا رشاد رشاد جميلة تقريبا في النيفو تاعي تقريبا على تقريبا معنا شوف حوالي 30-40 كومون بس نشوف في السنة مش تبعت لهم سمحوا لي ما عندكش تسأل سمحوا لي ما تقوزي لهم دي تعلم مش عن رأسي ديوة رأس كرابسي وغيرها تبتدي تيجي وجهة ترى هي كثير كبيرة ممكن ننسى أنسيستي صفر تزيد تبعات وتزيد تبعات ما خسروا فرصة تصور تبعات وتزيد تبعات سيستمين نسيان طرفيان وش الله هذا ما إنسان كي سيستم ما يخيبش شو وهو ربي تفضل تفضل وأنه مدى ناحية العلم
فهذه طبعا الى الموقع الرسمي لصفحه اللاعب الاعلامي وكذا الموقع الرسمي للبحث عن التكنولوجي يستنتج انه هناك التزام كبير من مختلف اعضاء قسم الجمعيه الناشطه في وسط الاعلام الاعلامي فيبدو في علم جميع الطلبه انه طلبات الفرصه تؤخذ بعين الاعتبار وبكل شكل وبكل صداقيه وهذا ما يؤكد عليه سيد العلم الاعلامي وتقنيه التكنولوجي تكرارا مرارا Thank you.
تخرجت من هنا سجلت دكتوراه عضو في جامعة الشرق في إنتاج عيد السير. أنا واحدة حطيت في هذه البلاتفورم تيكار بس هذا ما تاعي وكانت بيشوف فيها ما كان حتى أزرق زيدك الشيخ كاين حاجه تقريبا تقريبا كان كاين في الكتاب اللي زيد للمدراء ديالنا سوندي دو طور على الناس يسمعوا الطور قد لي زونسيون معليش انا حضرت تحت الاولويه على الطور انا طبعا السوسيون كل شيء شفنا تعلمنا واش راه يصير في الطور بس وهذا نشكركم على هذا المحاضره فريمون فتحت لنا ابواب الامل على الدكتوره تاعنا باسكو كانت فريمون فيرمي ما كاش يا با دي سوار انا فاجيري ديجا تروح لازم تروح تيتخ يبعثك واحد ولا تعرف واحد دروك تروح تدخل ديريكتومون تاع سيدي هذه بار اكسبيرونس هذه واحد اللي يديرها بون جيت في السي ار تي يعني درت تما درت لايف ام ودرت دومونديت الماب ودومونديت بي اس ام هذا هو يعني بكل صف راحب استقبلوني اللي ما كانش بدك لك هاي شو يجوز سياتي ودرت سياتي اسو لي لو مون تاع هون اي بول لي لو مون دي لو كوين تاع يديكسي لك كاين كاين تليفونيك ندير رو ديسپونيبل في لي زور دو طرافاي ما تعيطوا لنا ونعيطوا لكم حتى تجي الرونديفو تاعك نبعثوا لك ايميل نزيد نعيطوا لك نقول لك فوالا واحد الدات الى حتى مش فاش الدات هذا ما يساعدكش قول لها سيدي افونسي لي شويه هذا ما كانش كذا هذه بار اكسبيرينس واحد اللي جا دونك باش يكونوا على بالهم اللي ما كان حتى مشكل في كوتي تاع الشفافيه كونسيرنون كيما الماب دوكا راهو اون تايم انا درت بون فورمون ديال ليكوم توما اسكو نقدر دوكا ندير في سونتر دو ريشيرش باش نشوف اذا كاين ماب في اي سونتر واحد اخر تقريبا نقدر ندخل ندير بون تدخل لي وتتسلي ما كاينش حتى ولو درتي ماب في السونتر وبعد سونتر درت سيان دي شون وعاود طاح بون طاح وكاين ماب واحد اخر في السونتر حتى قدر يتعمل بس ما ديباسيش هذاك 20 مليون تاع 20 مليون هذه سي انيال بس كون نقولوا عليها هذا 20 مليون بس البوليسي كان شنو يخدم سي انيال ولا فهم لا لا تاع تاع des exceptions par exemple les gens qui dépassent genre le million qui ont des analyses mais qui font nous des demandes les écritures en genre c'est pas ça ça باش يكمل les les حاجه كمل كمل قبل لي 15 مليون هذا مش يبعثنا ان شاء الله على كيف ان شاء الله ان شاء الله هذا اقتراح ان شاء الله بيجي genre supplémentaire pour des gens qui ont vraiment un besoin d'autres. Il y a un espace que nous devons faire. C'est un acte de la personne. Il y a un acte de la personne. Il y a une première chose qui m'a dit que je pense que c'est une chose qui est inscrite. Vous pouvez l'inscrire et vous trouvez ici. Il y a un acte de la personne. Il y a un acte de la personne. Il y a un acte de la personne. كيفاش راح يكون التمويل تاع هذو لي زاناليست تاعو
نورمالمون ديري التسائل تاعكم تلقي الجواب تلقي الجواب في اللي اي ماستر شكون يسمي له هذيك شغل ديريكتور تاع لابوراتوار هو ماهوش تابع لابوراتوار راه ماستر ياثر استاذ تابع تابع اسكو في اطار لابوراتوار تاع Le conseil est-ce qu'il doit envoyer le protocole expérimental pour faire l'hôtel Oui, il y a plusieurs minutes. Le conseil est-il
التنقيب دونك تحت لي ديفيرون تكنيك اللي كاينين تكوشي في الفاسو الحبه ديال الفراكسيون كوشي في الفاسو الحبه ديال الثلاثه الفراكسيون كان لي شامبيون في الدومين تاعك في لي فون حتى الفون شان شامبيون باس سي شامبيون دونك تاعك الشيء هنا دريتيو و هذا ما كان صافي بعثوا الايميل فور رونديفو ديك انت شاف لابوراتوار تاعك بعثوا له ايميل لي تاع داك الواحد لا دوري لغاية 3 سمانات ديجا عندنا ماكسيموم علاه 3 سمانات بصح حنا اول حاجه بعثنا من المدير العام اما اللي اسكر كاين اللي تريفيزاو كاين اللي ما عندناش كاين اللي بارسك واحد تريفيزاو علاه بصح الماتريال ما عندناش علاش الماتريال نقولوا فوالا سمح لنا هذا الماتريال في اونيفو دو توب سونتر ومن بعد في هذه السمانه بعد السمانه الاولى السمانه الدوزيام حنا نبعث لهم لازم يفضل حنا تابعين المدير العام نبعث لهم ثاني ليست بلي راهم لي سيليكسيوني يبعثوا لنا يفاليديونا هما ثاني قلنا فوالا جيو نزورهم هذه الطاقه اللي تبدا نبعثوا لك ايميل بلي راكي سيتي واحد يدير لك ثلاث سمان ماكسيموم اذا خلات انا هذا ما تفضل Je me présente, docteur Mpoussara, enseignante du département de nutrition.
Bon appétit. C'est une question de sciences alimentaires. C'est des technologies alimentaires. Oui, biologie, des technologies alimentaires. Bon. On a une question concernant les brevets. Les brevets. Par exemple, chaque fois. Voilà. Est-ce que. C'est-à-dire, est-ce que tu as une plateforme qui a une rubrique pour les brevets? Par exemple, on a un produit jadid. Par exemple. Par exemple, on a mis un produit jadid, sur le marché, avec le produit, on a un brevet. Est-ce que Kayna s'avère, une rubrique spéciale, qui a une plateforme, qui a beaucoup plus, qui a voilà, où je pense que le produit est, où je suis capable de le brevet, qui a une analyse, qui a une analyse, et où je suis capable de faire des analyses. Une fois qu'il faut que l'étudiant d'un master ou qu'il y a un doctorant, ça y est, c'est bon, il n'y a plus. Voilà. Voilà. Sincèrement, je suis à l'aise avec le côté. On cherche toujours un produit, un seul produit, l'icône commercialisé, mais il se fait de nos blagues, il se fait de nos menaces. Est-ce que quelqu'un a une collaboration? Parce que je ne sais pas. On est limité, je ne sais pas, mais on ne sait pas exactement. Gracias.
تحسين مستوى العيش احسن اساس الحفاظ على اكاديميه الان احنا كاساتذه حنا اون شيرش كو لي برودوي تاعنا اللي راهم في لونيفرسيتي اللي راهم او نيفو دي لابوراتوار يخرجوا كاريما يخرجوا يعاونوا مش عارفه انا يعاونوا ليكونومي تاع البلاد يعاونوا ناس ما تبقاش افكار حبيسه غير في لابوراتوار وحبيسه غير بين دو ولا تخوا زيتيديون اون فوا يروح هذاك ليتيديون خلاص سي بون راح ليدي ماتت ليدي ماتت هذيك الفكره ان شاء الله كاينه الحاجه المهمه هذه لابوراتوار هي الخاصه الاصرار كيكون يزون عندي الحمد لله كاين في نص الكتاب تكون تقدر تكتب شرحات ولا مش ناقين ولا مش ريزوستر اللي يوقفوا في الطريق ولا هذه راح نحاول انها تحسن خدمات في النص وفي نفس الوقت راح تكون شغل نشاط ولا اسباس لانه طالب يحس بلي كاين استمرار في العمل تاعو حتى من ناحيه لابوغاتوار دو ريشيرش ما فيهش ميم لابوغاتوار دو ريشيرش ما عندهمش لو شابيتر تاع 53 استاذ لا لا استاذ واش قصدك بتخلصي البروفي اسكو قصدك على لي زار اليس كومبليمونتير اللي نداروا على هذاك لو برودوي ولا بور ديبوزي كي يكون عندك ان بروفي ديجي لو بروفي تاعك دي تكون ديجا دايره برودوي فينال تكون ديجا دايره لي زار داكور ومن بعد تحطيه باش تضمني براءتك احتراق تاعك في هذيك الحاله كي تحطي كي تحطيها في لي مابي ثم تخلصي عندك دي فري جو بونس وقت الى 1 مليون 200 مع ومن بعد تبدا يبدا يطلع هذاك وقت عندك القيود وقت الى 6 موا عام على ساكن عندها 6 موا لازم تزيد ماشي تزيد ماشي تزيد تزيد